ينضم معنا من اسطنبول الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي. بداية مرحبا بك أستاذ حسين. مصادر مطلعة تؤكد أن بارزاني اتفق مع المالكي والعامري على تشكيل تحالف جديد. ماذا يحدث في بغداد وكيف للبارزاني أن يعود أيضا يعني مرة أخرى حليفا للمالكي؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أعتقد التحالفات السياسية الموجودة في العراق جميعها هشة، لأن هذه التحالفات وهذه الكتل لم تبنى على أسس مبدئية وعلى أسس على برامج سياسية، وإنما بنيت على أسس مصالح سواء حزبية أو شخصية. فكل شيء ممكن، كل تحالف ممكن أن يحل، وكل تحالف وممكن تكون تحالفات جديدة، كل شيء وارد ممكن طالما المصلحة موجودة وطالما هذه التحالفات هي مبنية كما ذكرت لك على أسس هشة وليس على أيضا مشاريع وطنية. وأنا أعتقد أيضا أنه السيد مسعود بارزاني لن يتحالف مع البناء إلى حد ما لولا ضغوط خارجية عليه. هذا الاتفاق الجديد إلى أي درجة يفضح شركاء العملية السياسية بأن ما يجري من صراع هو مسرحية لا أكثر؟ أنا أعتقد أنه العامل الخارجي هو الذي يدير المشهد العراقي وليس العامل الداخلي، وإلا كيف سيكون رئيس وزراء وهو ليس لديه كتلة كبيرة سيدير شؤون البلد؟ ما علاقة السفارات الأخرى لو كان هناك إرادة وطنية وهناك دولة مستقلة وذات سيادة؟ ما علاقة السفارات الأخرى سواء الولايات المتحدة وإيران في تشكيل حكومة؟ معلوم لدى الجميع أن هناك نفوذين كبيرين هي الولايات المتحدة وإيران، ولإيران الغلبة في تشكيل الحكومة وفي نفوذها على الساحة العراقية. أعتقد كل هذا هو انعكاس لما يجري سواء على مستوى تشكيل الحكومة أو على ما يجري في الشارع على المستوى الأمني والاقتصادي. ما يجري في الشارع على المستوى الأمني، يعني إبقاء الأمور على ما هي عليه، إلى أي حد ربما يعني تعتقد أنه سيؤثر على مستوى أو يهدد بإبقاء معدلات العنف على ما هي عليه الآن؟ يعني أنا أعتقد أنه الأمد بعيد، السبب لأنه غياب المشروع الوطني للكتلة السياسية إضافة لغياب كتلة معارضة سياسية موحدة سواء داخل البرلمان أم خارج البرلمان، كل هذا هو السبب في تأخير أو في استمرار العنف واستمرار الخسائر التي يعني مني بها العراق على المستوى الأمني والاقتصادي. أيضا غياب المشروع الوطني هو السبب الرئيسي وهو أس هو يعني أس الحل، كما أن الطائفية والإرهاب هو أس المشكلة في الساحة العراقية إضافة للفساد. فهذا كله تبي مجموعة هو غياب المشروع الوطني سواء لدى الساسة الموجودين في الحكم أم لدى المعارضة اللي موجودة داخل البرلمان أو خارجه، علما أنه منذ 2003 إلى الآن هو لا يوجد معارضة برلمانية لأي حكومة تشكلت. يعني غالبا ما يتم يعني أو يصر شركاء العملية السياسية في العراق على الإشارة إلى الشارع العراقي بوجود فريقين، أحدهما مع إيران والثاني مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى ترى ذلك موجودا فعلا في العراق؟ هذا الأمر غير موجود، وأنا يعني أؤكد أنه ما كانت لتكون إيران في العراق لولا الرضا الأمريكي، وقد صرح المسؤولين الإيرانيين أيضا أنه لولا إيران لما احتلت الولايات المتحدة العراق. فهناك تعاون استراتيجي ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق، إن كان هناك خلافات فهي في سوريا مثلا أو في اليمن، أما لا يوجد خلاف أمريكي إيراني في العراق، ومن سلم العراق لإيران هي الولايات المتحدة، وهذا يجب أن يكون معلوم سواء لدى المحلل أو لدى الشارع العراقي عموما، بل هو معلوم بالضرورة ما عرف لدى العراقيين الآن. العامل الخارجي كما تحدثتم أستاذ حسين هو الأكثر فاعلية من العامل الداخلي وله الغلبة مثل ما وصفت، إلى أي مدى ترى أن هذا العامل الخارجي سيكون مرجح الكفة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها إلى إيران؟ طالما إيران تعمل ولا تعارض المصلحة الولايات المتحدة فالأمر يبقى على ما هو عليه، إلا أن إيران تقوم وتمارس دورا يضرب المصالح الولايات المتحدة آنذاك ستكون هناك الغلبة الأمريكية. إيران ليست مدا لأمريكا ولا كفءا للولايات المتحدة، الولايات المتحدة دولة عظمى وهي رقم واحد بالعالم، وإيران دولة من عالم الثالث، ولكن التنسيق الاستراتيجي بينهما جعل لإيران نفوذ. فطالما إيران تعمل ولا تعارض المصالح الأمريكية أو بل تعمل لصالح الولايات المتحدة في العراق فالأمور باقية على ما هي عليه. فهنا إذا اختلفت هذه المصالح أعتقد الولايات المتحدة
ستقوم بدورها مباشرة وليس كما هو الآن بالوكالة اللي إيران هي التي موكلة عنها في العراق. ماذا عن عادل عبد المهدي؟ كيف من وجهة نظرك يعني يقبل باستمرار هذا الوضع السياسي الذي يعني بشكل أو بآخر أن حكومته ستكون الأضعف ربما بين حكومات الاحتلال المتعاقبة؟ والله سيد عادل عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه. أنا منذ البداية قلت أنه طالما ليس لديه كتلة تحميه من البرلمان وتصوت له وليست لديه قوى خشنة كما هو مثلا الحشد وغيره، فبالتالي ستبقى وزارته ضعيفة واستقالته من الآن أولى من استمراره في وزارة في رئاسة حكومة ضعيفة يديرها من الظل غيره. وأعتقد هذا أيضا ما يعمل عليه حزب الدعوة باعتبار أنه رئاسة الوزراء قد سحبت من حزب الدعوة وسيبقى كدولة عميقة يعمل ضد رئيس الوزراء لحين إعادة رئاسة الوزراء إلى حزب الدعوة، وهذه مشكلة سيعاني منها السيد عادل عبد المهدي كثيرا. أنا يعني من وجهة نظري يعني أعتقد أن حكومة السيد عادل عبد المهدي لن تستمر، وإن استمرت فستبقى ضعيفة ويدفع ثمن استمرار الشعب العراقي. أمام هذا الانسداد الملاحظ في الأفق السياسي، ما الحل من وجهة نظرك أستاذ حسين للخروج من هذا الواقع؟ أنا أعتقد أن نحن العراقيين نعلم بعضنا جيدا، نحتاج إلى العامل الخارجي بالتدخل الإيجابي وليس بالتدخل السلبي، مثل الاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة، مثلا دول عربية أخرى، مثلا تركيا تتدخل. هذه الدول تساعد العراقيين على بناء مشروع وطني، بمعنى نحتاج إلى إرادة داخلية ودعم خارجي. بدون هذا سيبقى الأمر على ما هو عليه، وهذا الكلام هو ليس أماني وليس أحلام، بل هو ممكن أن يكون حقيقة إن كانت هناك إرادة داخلية مع دعم دولي. ولكن الآن النظام الدولي متجه نحو دعم الإرهاب ودعم الدكتاتوريات ودعم الطائفية ودعم التطرف من أجل مصالحه لكي يرسخ نفسه ويعيد احتلال المنطقة من جديد، وهذا السبب يعني استمرار هذا الوضع على ما هو عليه في العراق. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي.